وصالح مساك الله بالخير. الله يمسك برضه العافيه. وش حالك؟ هلا وغلا. درست طب؟ الله انت والله. هل تتوقع ان الطب ينفعك مستقبليا؟ الدراسه هذه اللي ان شاء الله خسرت فيها سنوات واجد من حياتك ان شاء الله انها تنفع ان شاء الله. طيب ندمت على شيء ابو صالح؟ الله الله واجد؟ ما هو واجد شوي. اذكرنا موقف. موقف مشاركه في احد الاكاديميات. اي نعم ما ودي اذكر اسمها. طيب وش السبب طيب انك ندمت؟ ظلمت فيها ظلم كبير. طيب وكان فيها محاباه نوع من المحاباه. طيب لكن الحمد لله. طيب وش اكثر شيء تحب؟ والله احب الديره اكثر شيء. شيء شخصي؟ ها شيء شخصي يعني قصدك شخص؟ احب اخواني كلهم. كلهم واهلي كلهم. ما في احد يفرق بينهم؟ لا عز الله كلهم على نفس الرتم. الله يجمعكم ولا يفرق. من يقول يا سلام يرحم والديك. طيب ندمت انك شاركت في البرنامج؟ لا بالله ما ندمت مره. لو باقي قدام ان شاء الله القادم اجمل. كفو. من يقول يا سلام كفو يا ابو. الله يطول عمرك يا ابو ضحية. طيب كتبت قصيد؟ والله اكتب احيانا. انا ماني بشاعر اقول الشعر. طيب هل في قصيد مواقف زي ذكرت؟ لا والله. في موقف معين او صادم؟ والله كتبت رثاء لكني ما اعلنتها. رثاء؟ نعم. ما ودك تذكرها؟ لا بالله. مره؟ لانها محزنه وبيبكوا الجمهور كلهم. طيب اغلب الناس تدور كذا. لا انا ما ادور شو على حساب هذه النقاط. مره؟ انا ما احب موقف الضعف ابدا. كفو يا ابو. الله يطول عمرك يرفع قدرك. انا اقول اسلم. توصيني بشيء؟ سلامة راسك. الله يطول عمرك. الله يحفظك. الله يبيض وجهك. ارقد يا ولد والله.